البعض يحاول أن يحمل هذه الحكومة كل أخطاء السياسة العبثية في قطاع الكهرباء. 17 سنة من الفوضى، 17 سنة من الفساد في قطاع الكهرباء، 17 سنة من الهدر في المال في مجال الكهرباء. هاي حكومة عمرها سنة، تعال حملها كل مسؤولية قطاع الكهرباء، وقطاع الكهرباء لا ينصلح بين ليلة وضحى، يحتاج وقت. مع كل هذا أخذنا قرارات، مجموعة كبيرة من محطات الكهرباء تم إصلاحها، تم إعادة الحياة لها، وفتحنا حدود 4 محطات: ناصرية، البصرة، سامراء، السماوة، حتى نزيد إنتاجنا. بس السؤال، البعض هيقول ليش الوزارة ينتقد؟ أخوانا أنا ما أنتقد أحد، ولا عندي جانب شخصي مع أحد. هاي قضية عامة، مصلحة عامة تخص كرامة المواطنين، فإحنا ما قاعد ننتقد طرف معين أو شخص معين، ولكن ننتقد السياسات العبثية الخاطئة عن الوعود. في عام 2013 تنتهي أزمة الكهرباء بدون رجعة، هذا تصريح تاريخي معروف. وفي عام 2014 نصدر الكهرباء، احنا نعاني من أزمة كهرباء حقيقية. مع كل هذا يوم 26 من الشهر الماضي وصلنا إلى أعلى إنتاج في تاريخ العراق، ومن ثم فجأة حصل في شيء مو طبيعي. عشرين ستة من عام 2021 العراق وصل إلى أعلى نسبة إنتاج في تاريخه خلال هاي الحكومة. وراها بيومين يصير عندنا خلل بأربع محافظات نصلحهن، وراها بيوم يصير عندنا خلل بمنظومة الكهرباء الوطنية، بالشبكة الوطنية بالكامل. أكو شيء مو طبيعي، ولكن طلبنا من وزارة الكهرباء أن تقوم بتحقيق حتى نعرف الفاعل شنو، هل الخلل فني حتى مسؤولي الوزارة تحمل مسؤولية، هل هناك عمل إرهابي حتى نعرف الأجهزة الأمنية وين مقصرة، أو هدف سياسي. بكل تأكيد ما راح نطي حكم، التحقيق راح يثبت الحقيقة. وزارة الكهرباء تقوم بواجبها، وقد يكون السبب بالفعل فني حقيقي حتى نعرف وين الخلل بالوزارة، وليش اللي صار، وشون عالجه، وشون حاسب المقصرين. قصة ربط الكهربائي من غير معقولة، دولة ما عندها خطة استراتيجية في الكهرباء. كل دول العالم تأخذ احتياطات للكهرباء، تربط ربط مع دول الجوار. الدولة الوحيدة بالمنطقة اللي ما عندها ربط هو العراق، وعندنا ربط فقط مع الجارة إيران، ولكن الربط بمشاكل، بالتزامات مالية، وهناك عقوبات تمنعنا بتسديد بعض الالتزامات. مع كل هذا التزمنا بالتسديد في بعض الحالات، وعالجنا بعض المواقف في بعض الحالات، ونعمل حل كل الإشكاليات. ولكن في المقابل من غير معقول أن المسؤولين لم يضع في بالهم أو في حسبانهم تنوع المصادر في الربط الكهربائي، ولهذا أخذنا قرار بالربط الخليجي وكذلك ربط مع الأردن ومصر حتى نبحث عن بدائل لما ندخل مثل هذه الأزمة. لكن هذا صار قرار بهذه الحكومة، وهاي العملية تحتاج وقت، مثل حل خلال ساعة أو ساعتين أو يوم يومين. مع كل هذا الموضوع ربط الخليجي انجزنا نسبة كبيرة من عنده حتى يشوف النور، يحتاج في عام نهاية 2022 أو 2023 يكون قابل للتطبيق. وكذلك نعمل على تذليل كل عقبات الربط مع الأردن ومصر. ولكن السؤال، ليش ما صار قرار بالربط خلال 17 سنة؟ ليش؟
هذا السؤال محير ما أعرف إلى إجابة. ليش حكومات السابقة ليش ما أخذت قرار بالربط حتى نتجاوز هالأزمات؟ كل دول الجوار تصدر كهرباء وإحنا محتاجين كهرباء. مع كل هذا نعمل على تدليل هذا الملف في قصة الربط. من زاوية أخرى، منذ عام ونحن نحاول نبحث عن بدائل. كل محطاتنا في الكهرباء في العراق محطات غازية. هم أرجع السؤال 17 سنة ما صار تخطيط، شلون تبنون محطات غازية وانت ما عندك غاز؟ شلون تبنون محطة تعتمد على الغاز وانا ما عندي غاز؟ محطة اليوم عندنا في العمارة، محطة كبيرة بناها المستثمر، وبعدين غاز ما عاد شنو قيمتها؟ حديد بيته بالمدينة، وعدنا مليارات هدر سنويا بالغاز المحترق، ما نجحنا نحوله لغاز نستفاد من عنده. هاي الحكومة أول حكومة أخذت قرار وقامت تنفيذه، ونصبنا في محافظة ميسان أول برج لتحويل الغاز المحترق إلى غاز نستفاد منه في الكهرباء. هاي أسئلة جب الناس تعرفها، المواطن يعرفها. هاي الأزمة لا تسميها أزمة مفتعلة، وإنما أزمة نتيجة للفساد وسوء التخطيط والفوضى في الإدارة. هناك حملة شرسة من بعض الجماعات الإرهابية في تفجير أبراج الطاقة في نينوى. البارحة شفنا سد الموصل، أهم خط ناقل لسد الموصل، تعرض إلى التفجير في صلاح الدين، في ديالة، في كركوك، اليوم في الأنبار صباحا، وفي محيط بغداد. هناك محاولات، أتمنى من الجميع أن ندخل مصالح ومصالح الجماعات الإرهابية تتقي وإحراج المواطن تحت عنوان انتخابات أو تحت عنوان أكو أزمة كهرباء الحكومة غير قادرة على حلها. مصلحة العراقيين، كرامة العراقيين فوق كل اعتبار. خلينا نفكر بناسنا ويستحقون ناسنا، تركوا الخير اللي هم جابونا وهم خلونا يشرفونا بهذه المسؤولية. المواطن حطنا تحت اعتبار للمواطن، وعدم اللعب بعواطفه واستغلال كرامته لأغراض انتخابية أو لأغراض العلاقة بالمصالح الاقتصادية. الناس تعرف بسبب سوء التخطيط والفوضى عندنا 40% من الكهرباء المنتج عندنا في العراق مهدور هدر يروح، لأن ما عندنا معالجة. نحتاج نعالج كل هالقضايا. السادة المحافظين، وزارة الكهرباء سجلوا ملاحظاتكم، اشتكوا. أتمنى من السادة المحافظين اللي هم على محك مع الناس اليومي قدموا ملاحظاتهم مباشرة لرئيس الوزراء حتى نعالجها. من غير معقول المحافظة تحمل مسؤولية كل ما يحصل، يجب تحمل مسؤولية جميعا حتى نعالج هذه الظروف. أتمنى من السادة في وزارة الكهرباء العمل، وأخذنا قرار في مجلس وزراء البحث عن الطاقة النظيفة اللي هي أرخص وأفضل، ووقعنا أكثر من عقد فيما يخص الطاقة النظيفة، ولكن هذا يحتاج وقت. الطاقة الشمسية ستدخل خط الإنتاج خلال سنتين، وكذلك في المستقبل يجب أن تكون البدائل عندنا عن طريق الطاقة النظيفة اللي هي أسهل أبسط وأرخص،
وأكثر خدمة للمواطن. علينا استثمار الغاز المحروق تحويل الغاز لصالح الطاقة، وكذلك الاستفادة من كل خبرات أبنائنا في إيجاد علاج لقصة الكهرباء.